انطلقت جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص لليوم الثاني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتتناول الجلسات بحث ملفات هيكل وعجز الموازنة العامة للدولة وسبل التعامل مع الدين الخارجي، كذلك كيفية زيادة الإيرادات العامة للسياسة الضريبية. وتستعرض الجلسات عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطن في ظل التحديات الراهنة.